السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا هذه الصورة ديال الشرطي المتقاعد عبد القادر خراز الغني عن التعريف، لأنه مؤخرا تعرف بواحد الشعبية كبيرة عند المغاربة، وكل شيء ولا كيتبع الحلقات ديالو اللي كيتبتو على قناة الحدث 24، كيعاود من خلالها الخراز على بعض القصص ديال الإجرامية، وكيعاود بواحد الطريقه سلسه وواحد الطريقه شعبيه اللي كتخلينا ندخلو معاه في القصه ونعيشوها معاه كاننا كنا كنشوفوها بعينينا. المهم طريقته هذه خلاته يكون محبوب عند المغاربه، وبصراحه ولفنا ديما كنسمعوا القصص ديالو وكنبقاو نتسناو الحلقات ديالو بفارغ الصبر. الا ان السيد الخراز مؤخرا وقع في واحد الخطا فادح، اللي هو قال انه قد وقع خطا فادح ولكن كان خارج على السيطره ديالو هو، من تابش ليه، وحتى كذلك الطاقم ديال الحدث 24 اللي كانوا كيصوروا معاه ما انتبهوش ليه. هو ان السيد الخراز ربط احداث واحد القصه كانت يعاودها بهذه السنه هذه، يعني بالوباء ديال كوفيد 19. مع العلم ان السيد الخراز كان خدا تقاعد هذه 3 سنوات من سلك الشرطه، وكيقول ان الجريمه وقعت غير في هذه السنه هذه اللي فيها كوفيد، اذا هنا كاين تناقض، الشيء اللي جعل ان الجمهور ديالو يقول بان القصص ديالو غير مفبركه. غنخليكم مع المقطع اللي وقع فيه الخطا ورجعوا. بسلام، وهذه مده وعندي كانت الحركه ماتت مع هذا المرض اللي كاين، هادي مدة هو عندي، لأن هاد الحلقة تنعاود لكم راه قريبة، هاد الجريمة راه قريبة ماشي بعيدة. يلا بدات كوفيد 19 وقولوا لي الناس ديرها، لأن هاد الحلقة تنعاود لكم راه قريبة، هاد الجريمة راه قريبة ماشي بعيدة. يلا بدات كوفيد 19 وقولوا لي الناس ديرها. من بعد هذا الفيديو اللي انتشر على نطاق واسع وكبين، انه قالوا الناس بانه هذيك القصص ديال الخراز انها فقط قصص مفبركه، خرج السيد الخراز بفيديو بمقطع فيديو غنخليه لكم في اخر الفيديو، كيقول كيحمل المسؤوليه لحدث 24 لانه ما كينتابهوش وهو راه غير خطا غير مقصود منه. وغادي نخليكم مع المقطع ديال السيد الخراز. السلام عليكم، مساء الخير. انا كنت ناعس مريض وفقت دابا، وفقت باش نهضر معكم وباش نقول لكم بان فيقني ولدي وخبرني بواحد الخبر خايب بزاف. فيقني وقال لي ودي راه بابا هاد الحلقه اللي دوزتو اليوم ديال ولد المضاربي اللي درتي اليوم فيه واحد الخطا فادح. هاد الخطا انه قلت شي كلام، اولا هاد الحلقه هادي نزلها واحد 10 سنين، نزلها هاد الحلقه اللي قلت اليوم 10 سنوات تقريبا. انا نسيتها والله، الا نسيتها ديك الجريمه نسيتها وخدمتها ونسيتها، ولكن اللي فكرني فيها هو واحد صاحبي عامل الشرطه اللي سميتو دريس المليكي الله يشافيه، راه مريض حتى هو بحالي، فكرني فيها وصرد عليا تماما كيما خدمناها. وانا في هذا النهار هذه راه سبقت قلتها، خدمت 2 حلقات متابعين، خدمت واحد بوليس اللي غيدا النهار الحد باش ريح شويه، قلت نعطي شويه دلاطاك باش تريح. ولكن لما اكتسبت هاد الحلقه هادي انا كتبولي وسلام وشفتني خاوية تما على كوفيد، وانا غلطت وقلت تعرفوا دابا هاد الحلقه وقعت وكوفيد والحوانت سادين في كوفيد وكذا وكذا، وغلطت غلطت ما كانش من الطاقم اللي ينبهني ولا كذا كذا، الا واحد ولد كان جالس حتى كملت الحلقه وقال لي ودي غلطتي في هاد القضيه، راك دخلتي كوفيد في الحلقه، ودازت 10 سنين ما كان لا كوفيد لا والو، غلطتي ودخلتي هادشي. وقلت لذاك السيد اللي مكلب التصوير قلت له ودي شوف راه وقع مشكل، هو سمعتو ولا ما سمعتوش، نتوما حتى عطيكم ما تيعاوني والو، غير مجمعين تما واحد العدد ديال الناس في هاد الحدث 24، ما عرفتش لان النهار ولا العشية هاد الموظفين كاملين كاينين، او جوج الناس دابا لقيت فيها تقريبا واحد 34 قالك ديال الناس، والله ما كتعرف انا عندهم هاد الناس كاملين. قلت لهم نتوما عطيكم ما نبهني، وقفنا الحلقة وقال لي، قلت لذاك الكاميرا مان عاود صلح هذا الشيء هذا، وقال لي واخا صلحتو وصافي كلشي داز، مع ان هذا الكاميرا مان دار بزاف الاغلاط، هو اللي كان تيدير المشاكل ديال الصوت، هو اللي كان تيدير المشاكل ديال الانارة، ما عرفتو انا منين جاب واحد السيفي عطاه عليهم وخدموه وجراو على واحد خينا كان بروفيسيونيل، بعدين لقيت معاه مشاكل، وهذا السيد ما عرفت واش جابوه ولا جابوه باش يحطمني وباش باش يخسرني، يمكن مدفوع من شي جهه الله اعلم.
وقلت لي حيد هاد الكلمه هذه، قال لي واخا، وفي الاخر ما حيدهاش، هي ما حيدهاش وخرجها. الان انا غنتوقف، باقي شي حلقات غيدوزوا ديالي ما كاين باس، ولكن غنتوقف من حدث 24 حتى نشوف مع الاداره ديالهم مع المدير ديالهم ونشوف واش غادي يحلوا هاد المشاكل الاداريه والتقنيه ولا ما غيحلوها شيء. الا ما كانش شي حل انا غنتوقف، والعقد اللي عندي بيني وبينهم غيتوقف، وانا عارف كيفاش غنوقفوا، كاين القانون وكاين كل شيء باش غنوقفوا. وانا خدمت ودرت مجهودي وضربت الثمره حتى وصلوا للمليون، ولكن هاد الناس ما قدروني شيء، ما عطاوش الحق ديالي، وهاد الناس ما فهمتهم شيء انا باش يرتكبوا بحال الاغلاط. ماشي غير الاغلاط، كما شفتوا الاغلاط اللي عشنا فيها ديال الصوت الاناره، الصوت الاناره، الصوت الاناره، حتى تشوفوا على عينيكم، على عينيكم، على عينيكم. انا عييت عييت عييت. دابا انا من الفراش فيقني ولدي، وانا مريض وناعس عيان، ونقول لكم بانه الجمهور العزيز غتصبروا معايا، غنتوقف تندير حل مع هاد الناس، ما غنزيدش تندير حل مع هاد الناس، حل نهائي نهائي. وداك السيد تحمل مسؤوليته، داك الكاميرا ما اللي ما بقاش الواجب ديالو. وشكرا جزيلا واسمح.